إطراد جماهير جمعيات الجميع خصنا نديروا الإيد في الإيد من أجل يكون واحد الهدوء، لأن عيب وعار حنا كنا دابا في الرياضي هذه الصورة هذه ما كاين الديمقراطية، ولكن الصورة كل 6 شهور 7 شهور نجيو نحيدوا رئيس ونديروا واش ما كاينش نتائج، زعما هي الصورة اللي هي مقيتة ما كتعكسش الوزن والحجم ديال الحجم ديال هذاك اللوغو. فأنا اللي كنطلب وعندنا واحد رؤية مالية وعندنا رؤية تسييرية وعندنا رؤية تسييرية وهيكلية وإدارية وعندنا رؤية تقنية كمجموعة، وغنشتغلوا مع سي محمد بوطريقة كفريق، ما غيشتغلش سي محمد بوطريقة كرئيس، غنكونوا حنا كفريق. وكنطلب من برلمان الرجاء أنه يمارس المهام ديالو في المراقبة، يكون مراقب لهذا المكتب المديري، لأن بلا بهم هما بلا العمل ديالهم بلا المراقبة ديالهم ما غنزيدوش حنا لقدام. وكنوعد الجماهير بأن غنشتغلوا كفريق وبإذن الله نخرجوا بهذا الفريق لبر الأمام. واش كتوعدوا باللقب الأول؟ ان شاء الله الا كنتي معنا رشيد نشيط هو صاحب داك التدخل كمشهور ديال ان ما خصناش عندنا ازمه رجالات. رشيد نشيط منخرط من 16 عام، الا كان معنا امثال رشيد ومجموعه من الاخوان والجماهير والفصائل فكنظن باننا غيكونوا ان شاء الله الالقاب. وتحيه للمؤسسه ديال المنخرط على الديمقراطيه وتحيه للجماهير. شكرا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.